دولة الإمارات العربية المتحدة بموقعها المميز تتوسط قارات العالم في بيئة غنية بالموارد الطبيعية وفي ظل قيادة طموحة تسعى لبناء أذكى المدن في العالم لتحقيق بيئة صحية مستدامة لسعادة سكانها. وكباقي دول العالم فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه تحدياً في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة والمياه وندرة المياه العذبة وارتفاع معدل انبعاثات غازات الدفيئة. ونحن في وزارة الطاقة نعمل على دعم احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأمين استدامة إمدادات الطاقة والمياه واستشراف مستقبل الطاقة وتنفيذ خطط لدعم المبادرات الابتكارية الوطنية تماشياً مع رؤية الإمارات 2021. على ضوء ذلك نقوم بوضع وتطوير السياسات العامة والتشريعات لتنظيم قطاع الطاقة والمياه والتعدين وفق المعايير الدولية وبالتشاور مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتمثيل مصالح الدولة بالمحافل الإقليمية والدولية وإعداد الدراسات المتخصصة. وبابتكار مستمر نقدم خدماتنا الإلكترونية وعددا من التطبيقات الذكية المتخصصة، كما نحرص على تنظيم حملات وبرامج توعوية لترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه لخلق مجتمع يحافظ على موارده وينعم بطاقة وموارد مياه متنوعة تحقق الاستدامة. لتحقيق أمن واستمرارية إمدادات الطاقة والمياه والاستفادة الأمثل من الثروة المعدنية نقوم بتنظيم قطاع الطاقة والمياه وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. ندعم ونشرف على تطوير وتنويع مصادر الطاقة. نقوم بمراقبة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه. نوفر معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية تخدم التنمية الاقتصادية. نضمن تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. نحرص في وزارة الطاقة على مد جسور التواصل مع متعاملين وشركائنا الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم والتنسيق معهم لضمان استدامة الطاقة الحالية والمستقبلية. بوزارة الطاقة دائما نتطلع إلى المستقبل ونحرص على تحقيق طاقة مستدامة للأجيال القادمة.